قصة حبها السرية لمعز مسعود والقبض على شقيقها، أسرار لا تعرفها عن رندا البحيري. لا يزال الاسم الداعية المثير للجدل معز مسعود يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، خاصة بعد انتشار أنباء عن ارتباطه بالفنانة حالة شيحة. ففي الوقت الذي يتحدث فيه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر عن تفاصيل الارتباط بين الداعية والفنانة، بدأ اسم جديد يظهر في القصة. فبحسب ما أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداوله، فقد نشروا منشورا مزعوم للفنانة الشابة رندا البحيري، قامت من خلاله بمغازلة معز عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب البوست المزعوم، فقد قالت رندا: أنا هقول على حاجة يمكن أول مرة أتكلم عنها، أنا عمري ما شدني راجل قوي من أول نظرة. أنا كنت في مكان كده وهو قاعد في ترابيزة لوحده بيكتب، ما كنتش عارفة إن ده معز، بس حسيت إن عايز أتكلم مع الراجل ده من غير أصلا ما أعرف مين هو. وبالرغم من إن المنشور لم يتم التأكد منه، إلا أنه انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ليتصدر اسم الفنانة رندا البحيري بجوار اسم الداعية الإسلامي معز مسعود محركات البحث. ويذكر أن الفنانة رندا البحيري كانت قد تزوجت مرة واحدة في حياتها، وكانت تلك الزيجة من ضابط شرطة يدعى سعيد جميل سعيد، وكان ذلك في العام 2009. أنجبت رندا البحيري من زوجها ابنا واحدا اسمه ياسين، وذلك عام 2010. ولكن بعد عام واحد من إنجابها لابنهما، انفصلت رندا عن سعيد، ولم تكشف أسباب ذلك القرار حفاظا على استقرار ياسين وحمايته نفسيا. وبعد 4 أعوام من الطلاق، انتشرت أخبار كثيرة تقول إن رندا قد عادت لزوجها السابق في حفل عائلي أقيم في منزل المستشار جميل سعيد والد سعيد، وبعيدا تماما عن كاميرات الإعلام. ولكن الممثلة الجميلة نفت هذه الأخبار، مؤكدة أنها لن تعود مرة ثانية له أيا كانت الظروف. لدى رندا شقيقة واحدة اسمها رنا، وقد نفت أكثر من مرة أنها شقيقة النجمة داليا البحيري التي نفت هي الأخرى هذه الشائعة. رندا لديها شقيق أيضا يدعى أحمد، وقد تم القبض عليه أثناء تواجده في إحدى المظاهرات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وتم توجيه تهمة المشاركة في تظاهرات الإخوان في شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين لشقيق رندا، وتم حبسه. وقد أكدت رندا أن شقيقها لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وكشفت عن سر خلال مداخلة لها عام 2014 مع برنامج آخر النهار الذي كان يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد، حيث قالت رندا إن عائلة والدتها مقيمة في إسبانيا وتدين بالديانة المسيحية، وإن شقيقها أحمد قد عاش معهم لفترة طويلة، وهذا دليل على أنه شخص معتدل ولا يمكن أن ينتمي لأي جامعة متشددة دينيا. بعد ذلك تم الإفراج عن أحمد طلعت البحيري دون كفالة، عقب التأكد من عدم انتمائه لجماعة الإخوان، وأنه كان متواجدا بالصدفة في مكان المظاهرات، وتم القبض عليه بشكل عشوائي.